أي علم أنت تطلبه إذا لم يؤثر في قلبك اعلم بأنك لم تستفد من هذا العلم شيئا. قراءتك القرآن، قراءتك في التاريخ، في الفقه، في أصول الفقه، في اللغة، في اللغة، في التجويد، أي علم إذا لم يؤثر في قلبك فاعلم أنك لم توفق في هذا العلم. فالعلم ما غيرك لله وما دفعك إلى الله، ده هو العلم. ماشي الحال؟ فاجتهد. إذا قلت لكم يا إخواننا مش عاوز يكون حظنا في القرآن مجرد الحفظ، أريد إن احنا نعيش مع القرآن ونتأمل القرآن ونعرض نفسنا على القرآن. ده كبند. كذلك في العقيدة، كذلك في التاريخ، كذلك في اللغة. اللغة سواء مستوى التركيب أو مستوى الصرف أو مستوى الصوت لابد من هذا جميعاً.